طيب النهارده كان في حالات تحكيميه مثيره بعض الشيء للجدل، اعتقد ما اثرتش كثيرا على نتائج المباريات، ولكن الشيء بالشيء يذكر، وبالتالي لازم يكون معانا كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير. كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. قول لي النهارده نبدا بايه؟ نبدا بالاهلي والجونه. الاهلي والجونه، ايه لفت نظرك في الاهلي والجونه؟ الدقيقه 30 كان في عندنا ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي، لعبت حسام حسن. الراجل استلم الكره بصدره، هو اللي لعب الكوره وهو اللي مسيطر على الكوره بتاعته. مدافع الجونه كل اللي عمله ان هو يعني دافع حسام حسن، ولكن بالجسم، في دفع عندنا باليد وفي دفع بالجسم، هو الراجل دفع حسام حسن بالجسم. اللعبه سهله جدا تحتسب في الملعب، وان كان حكم المباراه ما احتسبهاش، كان لازم حكم الفار يتدخل عشان يجي يشوفها، ودي ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي. دي في الدقيقه 30. كلام عن اللعبه الثانيه، الهدف تم الغائه للنادي الاهلي في الشوط الثاني بداعي التسلل. مش عارف الحاله معاك كريم ولا لا؟ معاك يا كابتن جهاد، اتفضل. اوكي، في هدف اللي تم الغائه في الشوط الثاني للنادي الاهلي من بداعي التسلل. اللعبه عباره عن حسام حسن في موقف تسلل، ملمس الكرة ولكنه عمل حركة أو إيماءة بيأثر بيها على حارس المرمى اللي موجود، لأنه هو موجود داخل منطقة الستة اللي هي المنطقة المؤثرة واللعب النشط اللي موجود، وبالتالي يعاقب بتداخله مع القسم، مش بلعب الكرة، لا بتداخله مع القسم. وبالتالي كان قرار حكم المساعد الثاني قرار ممتاز وتأكيد من الفار، وبالتالي إلغاء الهدف قرار صحيح. رغم إن الجول حلو قوي يا كابتن جهاد والله. جون حلو بس بغض النظر ان طبعا لا قانونا لا هو جون حلو بس قانونا طبعا الحكام صح اتعاملوا معاه صح والقرار صحيح. لا 100% طبعا. الحاله الثالثه هنتكلم على هدف الاهلي الاول. الهدف صحيح وكل الهدف في كل اللي موجود فيه صحيح، لكن الهدف الركله الحره اللي تم احتسابها اللي تم الاحراز من الهدف هي ركله حره غير صحيحه، وبالتالي اللي تم الاحراز من الهدف طبعا مؤثره، لان الهدف بعد كده ده الهدف الاول للنادي الاهلي في المباراه. اللقطه الاهم ركله الجزاء اللي تم احتسابها النادي الاهلي. كنت اتمنى حكم الفار لما يتابع ابراهيم يوري له اللقطه اللي ورا الجون. لو عندك يا كريم اللقطه اللي ورا الجون هيبان لك ان الايد فاضيه طبيعي، واللاعب نادي الجونه بيحاول يبعد ايده عن طريق الكوره، وبالتالي الايد مش مكبره الجسم، الايد فاضيه طبيعي. ركله جزاء غير صحيحه تم احتسابها للنادي الاهلي، وبالتالي اخطاء كبيره جدا في مباراه كبيره زي الاهلي والجونه في الدوري المصري اثرت طبعا على المباراه، ولكن في الاخر النتيجه ما اعتقدش كانت تاثر نتيجه، لكن في الاخر تاثير كبير جدا على القرارات المتضاربه للتحكيم في المباراه. يعني الاهلي النهارده يعني انا بس في مباراه واحده دلوقتي بتقولي ثلاث اخطاء كبار، يعني ضربتين جزاء للاهلي كانوا المفروض يحتسبوا، وهدف الاهلي الاول جه من الاهلي لم تحتسب، وركله جزاء الاهلي اللي احتسبت غير صحيحه. طيب ماشي. والهدف الاول للاهلي الفاول ما كانش موجود، فاول مش موجود، كان حاجه طبيعيه جدا، مش موجود ركله حره. اترفعت الركله دي، علي معلول رفعها دخلت الجون، الجون سليم ما فيش مشكله في الجون، لكن الفاول نفسه ما كانش سليم. انت متخيل يا كابتن جهاد لو المباراه دي خلصت تعادل كان ايه اللي هيحصل؟ كانت مشكله كبيره. مش عايزين مشاكل بقى يا كابتن جهاد، انا لسه كنت بقول والله دلوقتي محتاجين نركز قوي الفتره اللي جايه دي عشان المنافسه صعبه جدا، وبالتالي دلوقتي يا كريم التحكيم عليه عامل كبير جدا في الفتره اللي جايه لتحديد البطل، لتحديد الهابطين، فبالتالي انت محتاج تركيز فوق التركيز. صحيح، ده مهم جدا. صحيح.